بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب العراقي الأصيل، أيها المتظاهرون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي وأخواني الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير في هذا الحديث الصريح والمباشر مع الشعب العراقي والمتظاهرين الكرام، والذي أود في بدايته أن أثبت العرش قبل النقش. عرش الحديث هو قيادة العراق منذ 2003 ولغاية هذه اللحظة بهذه الطريقة، جريمة كبرى. نعم، جريمة كبرى، هذا هو العرش الذي أود تثبيته قبل أن أخوض في النقش. تم ارتكاب جرائم عدة بحق العراقيين والعراق، تلخص تحت العنوان الأكبر وهو جريمة قيادة العراق. لقد تحدث عراقيون عن اعتذار من قبل السياسيين، ونتساءل هنا، اعتذار عن ماذا؟ يقولون اعتذار عن تقصير، عن فشل، عن إخفاقات. الشعب العراقي يقول لكم لا تلعبوا بالألفاظ، لا تلعبوا بالألفاظ، فهذه خديعة أخرى. عن أي تقصير وعن أي فشل وعن أي إخفاقات تتحدثون؟ إنما اقترفتموه في العراق لا يصنف تحت التقصير والفشل والإخفاقات، لا لا أبدا، بل ما اقترفتموه مجموعة من الجرائم. نعم، جرائم، وعلى من يعترف بهذه الجرائم أن يحال إلى القضاء، لأن الاعتراف سيد الأدلة. ولهذا لن ترى كثيرين يعتذرون، لأنهم متيقنون في قرارة أنفسهم بأنهم اقترفوا مجموعة من الجرائم الفظيعة بحق العراقيين والعراق، فكيف يعتذرون؟ ومن يعتذر سيجعل من محاربته داعش عذرا له، عله ينفع وقد ينفع. أما الذين لم يشاركوا بأنفسهم في محاربة داعش فلن يعتذروا أبدا، بدليل منذ أن تمت دعوتهم إلى الاعتذار ولغاية حديثي هذا لم يعتذر أي أحد، علما أن الشعب لا يريد اعتذارهم، لأنهم بنظر الشعب لم يقترفوا مجرد أخطاء وهفوات وتقصير وإخفاقات، إنما هم مجرمون بنظر الشعب. نعم، مجرمون. وهل يقبل اعتذار من مجرم؟ أنت تجرم بحق الشعب على مدى 15 عاما وتريد أن تقدم اعتذارا وتنتظر من الشعب أن يقبل اعتذارك ويقول لك عفى الله عما سلف وتفضل أكمل مشوارك؟ هل هذا منطقي؟ ما اقترفتموه بحق العراقيين جريمة كبرى، ولو كنا نحب العراق فعلا لجلبنا كل من ساهم في العملية السياسية منذ 2003 وعرضناه على القضاء، لنقتص من الظالم والفاسد والمجرم ونكرم الوطني والنزيه والكفو إن وجد. أخواتي الفاضلات وإخواني الأفاضل، أيها الشعب العراقي المظلوم، من يتمعن جيدا في أمر العراق منذ 2003 ولغاية هذه اللحظة وعلى مدى 15 عاما سيصل إلى حقيقة دامغة: نحن أمام جريمة كبرى ارتكبت أمام مرأى ومسمع كل سكان الأرض. نعم، قيادة العراق خلال الأعوام الماضية على هذا النحو جريمة كبرى. أقول لكم لماذا. العراق من أغنى دول العالم وهذا هو حال شعبه، جريمة أو ليست بجريمة؟ العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وهذا حال شعبه، جريمة أو ليست بجريمة؟ العراق فيه نهران يجريان وهذا هو حاله، جريمة أو ليست بجريمة؟ العراق فيه عقول مبدعة لكنها مركونة ولا تعطى لها فرصة القيادة، جريمة أو ليست بجريمة؟ لا يوجد مفصل من مفاصل الدولة إلا وارتكبوا بحقه جريمة، ارتكبوا جرائم في كل القطاعات على الإطلاق، بل أضافوا للعراق قطاعا جديدا وهو الفساد المالي والإداري، وهذا بحد ذاته أيضا جريمة. أنا حينما أشدد على كلمة جريمة فإنني أعنيها تماما إخوتي الكرام، أعنيها تماما، لأنها الوصف الدقيق لما جرى ويجري على العراق. حينما يكلف بناء أكبر محطة تحلية مياه بحر وليس مياه نهر، لأن محطة تحلية مياه النهر أقل كلفة بكثير. لو علمنا أن كلفة بناء أكبر محطة تحلية مياه بحر في الشرق الأوسط بكلفة حوالي 50 مليون دولار، وتعادل 4 ساعات من نفط الجنوب الذي يخرج من البصرة، ويعاني العراقيون من شح مياه الشرب، ولديهم دجلة والفرات، ولم يقم المسؤولون بذلك على مدى 15 عاما، جريمة أو ليست بجريمة؟
حينما يكون بإمكانك بناء أكبر محطة تحلية مياه بحر في العالم بكلفة 100 مليون دولار وتعادل 8 ساعات من نفط الجنوب، ولم تقم بذلك على مدى 15 عاما، جريمة أو ليست بجريمة؟ حينما تكون كلفة معدات محطة إنتاج وقود الغاز أويل حوالي 65 مليون دولار وتعادل 5 ساعات من نفط الجنوب، وحينما تكون ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وتستورد الوقود ولم تقم بعمل شيء على مدى 15 عاما، جريمة أو ليست بجريمة؟ عندما تعرف بأن مجموع ما تم دفعه منذ عام 2003 لدول مجاورة من أجل الحصول على طاقة كهربائية بالاستئجار يعادل بناء عشرات محطات التوليد لسد الحاجة وتصدير الفائض، ولم تقم بذلك على مدى 15 عاما، جريمة أو ليست بجريمة؟ أيها الشعب العراقي الأصيل، هذه أرقام تعيش معي، أعرفها جيدا وأتابعها جيدا منذ عام 2003، ويتذكرني كثيرون في برنامج مع ابن الوطن. منذ عام 2004 كنت حينها على شاشة الفيحاء آنذاك. أرقام تعيش معي كمهندس أولا، وأتابعها بكل دقة وتفصيل، وكنت أول من صرخ بوجه الفساد، وكان البعض في ذلك الوقت يقول عن أي فساد يتحدث المهندس مظفر قاسم. لسبب بسيط، كان هناك آنذاك أربع فضائيات فقط في عام 2004، وهي الفيحاء والعراقية والشرقية والفرات، وكنت آنذاك في الفيحاء التي كانت الوحيدة تتحدث عن الفساد، وكشفت ملفات فساد كثيرة، وحلقات البرنامج نستطيع الحصول عليها من أرشيف الفيحاء لتكون دليلا. أرقام تعيش معي يا إخوتي وإخواني الأفاضل، تعيش معي. عندما تعلم يا شعبي الحبيب بأنه فقط ما بين عامي 2004 و2006 تم دفع أكثر من 9 مليارات دولار على الكهرباء، في وقت هذا المبلغ يكفي لبناء 9 محطات، سعة المحطة الواحدة 1000 ميجاوات، كما أن هذا المبلغ يكفي لبناء مصافي لتوفير الوقود، ولم يفعل المسؤولون ذلك خلال 15 عاما، جريمة أو ليست بجريمة؟ هل أستمر بعد جرائمكم؟ هل أستمر؟ عندما تكون في بلد فيه نهران وأرض خصبة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وتستورد أبسط الخضروات، وتم إهمال الزراعة واستصلاح الأراضي والثروات الحيوانية تماما، ولم تقم بذلك على مدى 15 عاما، جريمة أو ليست بجريمة؟ عن أي جريمة أخرى أتحدث؟ جريمة الصناعة، جريمة البطالة، جريمة داعش، جريمة سبايكر، جريمة الدماء التي سالت منذ 2003 وشعبنا يذبح، جريمة المياه والسدود، جريمة الإعمار والاستثمار، جريمة المحاصصة السياسية المقيتة التي جعلت السياسيين متشبثين بالكراسي. عن أي جريمة أتحدث؟ ما هذا الحقد على العراق والعراقيين؟ أي نوع من البشر أنتم؟ ما هذا الحقد؟ ما هذا الحقد؟ حينما تكون أو حينما يكون بلدك ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وتكون في مقدمة الدول التي فيها مهاجرون ونازحون، وجواز سفرك لا تعترف به أغلب الدول العربية قبل الأجنبية، جريمة أو ليست بجريمة؟ حينما يكون بلدك ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وتكون مدنك أسوأ مدن في العالم، جريمة أو ليست بجريمة؟ عندما يكون بلدك العراق بما يحمل من إرث وثقل، ولا توجد فيه سياسة داخلية عقلانية، ولا سياسة خارجية عقلانية، ولا وزراء كفؤين، ولا تملك وزير خارجية يحفظ للعراق هيبته، جريمة أو ليست بجريمة؟ كل جريمة من هذه الجرائم تفوق عشرات المرات جريمة الدجيل، ولا توجد محاكمة واحدة. هذه بحد ذاتها جريمة أو ليست بجريمة؟ ومع كل هذه الجرائم تتصاعد المطالبات بالدعوة إلى تظاهرات سلمية مقابل جرائمكم الوحشية، فما تظنون نحن فاعلون؟
بالتأكيد واجبنا الوطني يحتم علينا أن ندعو المتظاهرين الوطنيين الكرام إلى تظاهرات سلمية مقابل جرائمكم الوحشية، لأن دفع العراق إلى الفوضى هو أيضا جريمة، ونحن ندعو شعبنا الأصيل إلى التمسك بتظاهرات سلمية تليق بشعبنا وتليق بعراقنا. وهناك من يتربص بنا لدفع العراق إلى الفوضى، وهذا لن نقبل به أبدا. لهذا نحن مع التظاهرات السلمية 100%، ولكن علينا تنظيم هذه التظاهرات لتصل إلى أهدافها المنشودة، تنظيم المكان والزمان. والتظاهرات يجب أن لا تكون من أجل الخدمات، بل من أجل إصلاح العملية السياسية في العراق بإرادة الشعب السلمية، نعم السلمية والسلمية فقط، على أن تكون مدروسة وناضجة. وحين يتم إصلاح العملية السياسية بالطرق السلمية نحصل على نتائج ملموسة ودائمية، والحصول على الخدمات سيكون أحد النتائج الطبيعية لهذا الإصلاح. ومنذ انطلاق التظاهرات في 10 تموز من هذه السنة لم أجد أي مسؤول أو سياسي أو حتى من المهتمين بالشؤون السياسية قدم تفسيرا صحيحا لهذه التظاهرات، بل ركز الجميع على أنها تظاهرات من أجل الخدمات، وهذا غير صحيح أبدا. وإليكم التفسير المنطقي لهذه التظاهرات، وسيوضح هذا التفسير مدى درجة النضج والوعي عند الشعب العراقي الذي نفتخر به. إنما خرجت هذه التظاهرات بعد أن تأكد المتظاهرون من أن مجلس النواب قد انتهت دورته الحالية، وبهذا بقيت الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء فقط، وأمره الوحيد النافذ في هذه الفترة. هذا يدل على أن الشعب يدرك تماما بأن مجلس النواب هو حجر من الأحجار التي تعيق التصحيح بسبب الأداء غير المقنع في الدورات الثلاث السابقة. ولهذا قرر الشعب أن يتحرك الآن وأن يضغط على رئيس الوزراء كي لا يرمي بالكرة على مجلس النواب. والآن أصبح التفاهم مباشرا ما بين الشعب ورئيس الوزراء. وإذا كانت الكتل السياسية قد أخرت تشكيل الحكومة عام 2014 لحوالي 6 شهور، فإن الشعب هذه المرة هو الذي سيؤخر تشكيل الحكومة لحين تحقيق التصحيح مع رئيس الوزراء الذي لا يسمع الآن إلا صوت الشعب، وعليه أن يطبق لأن الشعب مصدر السلطات. وأعتقد بأن الشعب سيضغط باتجاهات قد تفاجئ الجميع، وهذه فرصة ذهبية إن أضاعها الشعب ضاع العراق 25 سنة مقبلة. أكرر، أعتقد بأن الشعب سيضغط باتجاهات قد تفاجئ الجميع، وهذه فرصة ذهبية إن أضاعها الشعب ضاع العراق 25 سنة مقبلة. وهناك خيارات عدة أمام الشعب، منها قد يؤخر تشكيل الحكومة، وقد يختار شخصية محددة لقيادة العراق، وقد يدعو إلى إلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها، وقد وقد وقد. وكل هذه الأمور من حق الشعب لأنه هو مصدر السلطات، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب أبدا. ولكن أشدد على أن هذه المطالب يجب أن تكون سلمية من أجل العراق، سلمية فقط، ولا حاجة إلى العنف، ولا حاجة إلى سماع دعوات إسقاط النظام التي تفضي إلى الفوضى وتعطي عذرا لقوى خارجية بالتدخل. دعوها سلمية فقط، لأنكم أنتم أيها الشعب تقررون ما تريدون. صوتكم السلمي يكفي. حددوا المطالب الوطنية بكل سلمية، ودعونا نبدأ بالتغيير السلمي يدا بيد، ولا نحتاج إلى استهداف الممتلكات العامة والخاصة، ولا إلى قطع الطرق أو غيرها من الوسائل غير السلمية، بل دعونا ننزل إلى الشارع سلميا وبتخطيط مدروس لنساهم في التصحيح والبناء بأيدينا. علينا أن نحمي الممتلكات العامة وأن نساهم في الحفاظ على ما لدينا من خدمات وتطويرها. علينا تشكيل لجنة من كل محافظة مهمتها الاجتماع برئيس الوزراء. علينا تشكيل لجنة من كل محافظة مهمتها الاجتماع برئيس الوزراء وبحث التصحيح بما يمكن أن يفعله، وإن تعذر عليه ذلك لا بأس في أن نعطيه تفويضا من الشعب لتحقيق هذه المطالب ما دامت الكتل السياسية والبرلمان حاليا مجمدين. إن طلب التفويض علينا أن نعطيه، إن طلب التفويض علينا أن نعطيه التفويض، وقبل ذلك أن يكتب تعهدا للشعب بأن يحقق المطالب عند حصوله على التفويض وفي فترة محددة، وإلا سيتم سحب التفويض عنه. ومن حق الشعب أن يعطي تفويضا لأي شخصية عراقية يراها قادرة على تحقيق الإصلاح الحقيقي وفق مطالب دعونا نسميها مطالب الإصلاح.
والتركيز على ضرب الفاسدين والتوزيع العادل للثروات وضمان إدارة الثروات بالطرق الصحيحة وتوفير الخدمات كافة مع توفير فرص العمل العادلة وضمان اختيار شخصيات وطنية كفؤة من كل محافظة لإدارة شؤون المحافظة بالشكل الكفؤ والنزيه والعادل مع التقدم بطلب رسمي إلى المدعي العام لتقديم أسماء تدور حولها شبهات فساد للتحقيق معها. كلمة الأخيرة إلى السيد رئيس الوزراء، وهذه الكلمة ليست لشعب الحبيب ولا للمتظاهرين الكرام الذين أحبهم وأفتخر بهم، بل هذه الكلمة للسيد رئيس الوزراء فقط. الأخ الدكتور المهندس حيدر العبادي، أتحدث معكم بلغة المهندسين. أنت مهندس من بغداد، عشت في بريطانيا وتعرف هذا البلد جيدا، وأنا مهندس من بغداد، تخرجت ضمن العشر الأوائل وعشت في بريطانيا وأعرف هذا البلد جيدا. أنت درست في بريطانيا وحصلت على الدكتوراه في الهندسة، وأنا أيضا درست في بريطانيا وحصلت على الدكتوراه في الهندسة. أنت مارست العمل السياسي مع حزب الدعوة الإسلامية بكل تفاصيله وآلامه، وأنا لم أنتمي في حياتي إلى أي حزب سياسي قط، لكنني كللت عملي في الإعلام السياسي كتابة منذ عام 89 و900 وألف، وعلى الشاشة منذ عام 2003 بدراستي العلوم السياسية بجامعتي أكسفورد وويستمنستر التي حصلت منها على شهادة الماجستير في العلوم السياسية، العلاقات الدولية والأمن والدبلوماسية، وأنت تعرف هاتين الجامعتين حق المعرفة. لهذا أنا متأكد تماما من أنكم ستهتمون بهذه الكلمة الصادقة وستأخذون بها. هذه الكلمة لن تقال لكم من مستشاريكم ولا من المقربين لكم، لأن الغالبية المطلقة من المقربين لأي حاكم يسمعوه ما يرغب به هو، ولا يسمعوه ما يرغب به الشعب، إلا أن يسمع الحاكم بنفسه صوت الشعب، وها أنت تسمعه الآن وبكل وضوح. منذ استلامك لرئاسة الوزراء وجهت دعوات لسيادتكم بترك حزب الدعوة الإسلامية والالتفاف مع الشعب، وكان الشعب ينتظر منك هذا القرار، ولو فعلت آنذاك لكان الوضع مختلفا تماما، وأنا أعرف جيدا لماذا لم تقم بهذه الخطوة، وهذا من حقك الشخصي، فأنت ترى نفسك الأقدم في الحزب والأحق في أن تكون أمينه العام وأن تقوده نحو مفاهيم جديدة ومتطورة، الأمر الذي لم يحصل وصودر منك هذا الحق. وبعد أن فازت قائمتك المتفرعة من حزب الدعوة أصبحت أنت الممثل الشرعي لحزب الدعوة الإسلامية، وأقول لسيادتك وبكل صراحة لا يمكن أبدا إصلاح حزب الدعوة الإسلامية، لأنه انتهى من الناحية العملية بعد سنوات الإخفاق المتوالية، وكذلك سائر الأحزاب السياسية الدينية. ببساطة، الشعب العراقي فقد الثقة في الأحزاب السياسية الدينية، ومن يتمسك بحزب سياسي ديني يتمسك بسبب التعصب المذهبي لا أكثر ولا أقل، وهذا أيضا سيضمحل بعد أن تنضج العقول. الشعب يحترم الدين ومتمسك بدينه، ولا يحتاج إلى حزب سياسي ديني، بل يحتاج إلى عقول نيرة وطنية وكفوءة تحترم المواطنة وتحترم الدين وحرية الممارسات الدينية. يا سيادة رئيس الوزراء، إن الحزب السياسي لا يقاس بعمر تأسيسه، وإنما يقاس بإنجازاته الوطنية. ولو شكلت حزبا جديدا عام 2014 لكان غالبية الشعب معك، ولا كان أقوى حزب سياسي في العراق، بل وسيحظى بالمرتبة الأولى دون أي منافس، ولكن التعصب الحزبي فوت عليك هذه الفرصة. أخي الدكتور المهندس حيدر العبادي، إن الأحزاب السياسية لا تصنع التاريخ، بل الرجال الوطنيون هم الذين يصنعون التاريخ، وهناك شواهد كثيرة لو تمعنت فيها موجودة في صفحات التاريخ. إن العراق يمر بمرحلة استثنائية يتطلب رجال استثنائيين وقرارات استثنائية لا أحزابا. مسألة أخرى، وعدت بضرب الفاسدين بيد من حديد وقلت سنفاجئ الفاسدين. نعم، ربما وضعت قبضتك على بعض الفاسدين، لكن المشكلة الحقيقية هي أن قائمة الفاسدين التي تحت يدك لا تشبه قائمة الفاسدين التي تحت يد الشعب، ولهذا فإن هذا الوعد لم يتحقق بالنسبة للشعب. أنا أعرف جيدا لماذا لم تضرب الفاسدين الذين يعنيهم الشعب بيد من حديد، أعرف جيدا ولن أخوض في هذا الأمر، ولكن أرجو منك أن تشرح ذلك للشعب بكل شفافية وصراحة لتضعهم أمام الأمر الواقع
والشعب سيتفهم ذلك. كي أكون صريحا معكم، سيادة رئيس الوزراء، نحن التقينا يوما ما حسب ما أتذكر في عام 2005 وتحدثنا في أمور عدة حينها، وأعرف نيتك تماما وما في داخلك. بصراحة أقول لغاية هذه اللحظة أنت سببت خيبة أمل كبيرة في نفوس كثيرين من العراقيين، والشعب ممتعض جدا من بطء خطواتكم ومن وعود قطعتها على نفسك ولم تفي بها بعد بصراحة. ولكن هل هذه هي النهاية؟ بصراحة أقول لا، ليست النهاية. وحتى لا يسير العراق نحو الفوضى ومن أجل أن تبقى التظاهرات سلمية، ما زالت أمامك فرصة ذهبية وهي الأخيرة. نعم، الأخيرة. الآن لا توجد سلطة حقيقية للأحزاب السياسية، لأن نتائج الانتخابات لم تصادق عليها المحكمة، لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بعد، ولا توجد سلطة برلمانية، وأنت من يدير البلد حاليا، والشعب سيتقصى تأخير تشكيل الحكومة إن أراد الإصلاح، إن أراد الإصلاح الحقيقي. هذه فرصتك الأخيرة في النزول إلى الشارع وأن تضع يدك بيد العراقيين نحو التغيير الحقيقي الذي يطمح له كل عراقي وطني، وفرصتك في الإيفاء بالوعود. هذا أفضل وقت للإصلاح الحقيقي. اختر نخبة وطنية كفوءة تكون معك وسر نحو خطى التغيير الحقيقي مع الشعب، وإن شئت تفويضا سيعطيك الشعب هذا التفويض. شريطة أن تقدم تعهدا خطيا ومصورا بأنك ستنفذ مطالب الشعب حينما تحصل على هذا التفويض وفي فترة محددة وليست مفتوحة، وإلا فإن العراق سيبقى يسير نحو المجهول، والأحداث المقبلة ستحمل دما وآلاما ولن ينفع الندم، وستتحمل وزر هذه الأحداث. انهي مرحلة الجرائم التي طالت قيادة العراق ولتبدأ مرحلة جديدة، مرحلة العلم والعدل والعمل. حافظ على العراق ولم جراحات البصرة ونينوى والأنبار وذيقار وديالة والنجف وكربلاء وصلاح الدين وميسان وبابلة وكركوك وأربيل والسليمانية ودهوك والديوانية وواسط والمثنى وبغداد. لم جراحات العراق بوضع يدك بيد الشعب وبيد نخبة وطنية كفوءة من جميع أطياف الشعب الكريمة من أجل قيادة العراق نحو بر الأمان. فإن كنت لها فالوقت وقتك، وإن لم تكن لها فادفع بالأمور نحو الدستور المعوج، وكان الله في عوننا والله المستعان. حفظ الله تعالى شعب العراق وسدد خطاه، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.